سير العملية التعليمية بشكلها الطبيعي. صورة أخرى من صور التحديات التي تواجه أبناء مدينة تعز، خصوصا في ظل الحرب التي تشهدها البلاد، وهو الأمر ذاته الذي تسبب في تدمير بعض المدارس وإغلاق البعض الآخر، خصوصا تلك التي تقع على خطوط التماس. حاولنا الخروج بالطلاب إلى هذه المرحلة والوصول إلى الامتحانات النهائية بعد جهد جهيد وتوفير المدرسين كان صعب جدا، ويعني المهم إن شاء الله نحاولنا إحنا نتم العملية الامتحانية بنجاح. بسبب الحرب التي تشنه ميليشيات الحوثي على تعز وعلى الجمهورية بشكل عام، قمنا جاهدين بإكمال الدراسة للطلاب بسبب إقفال بعض المدارس أو أكثر من مدارس داخل تعز بسبب الحرب الذي قام به الحوثي. مكتب التربية والتعليم في المحافظة كان له دور بارز في عدم توقف العملية التعليمية، والذي عمل بشتى الطرق لتستمر حتى بلغت نهاية العام، واستطاع إيصال الآلاف من الطلبة إلى اجتياز مرحلة العام الدراسي، حيث يؤدون امتحانات المرحلة الأساسية. في ظل هذه الظروف التي نعيشها، أعتقد بأنه علينا أن نتكاتف جميعا، أن نقف يدا واحدة من أجل إكمال العملية التعليمية، لأنه من المعيب بل من الحرام أن نترك جيلنا وطلابنا وأبنائنا يذهب عام تعليمي هدرا بدون أن نفعل لهم شيء. بدت ملامح السعادة واضحة على وجوه الطلبة بهذه الخطوة التي تسهم في استمرار العملية التعليمية برغم كل العراقيل التي يتعرضون لها بسبب حرب الميليشيا وتحويل بعض مدارسهم إلى مواقع عسكرية. أداء الامتحانات بصورتها المنتظمة تعكس الأهمية للمرحلة التي كابدتها المدينة والقائمون على العملية التعليمية لتصل إلى هذه اللحظة. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.